أصبحت الدول الناشئة منطقة هامة جدا بالنسبة إلينا. الإنتاج فيها منخفض التكلفة، ونحتاج للمزيد من المعلومات المتعلقة تحديدا بشمال إفريقيا. في ناغويا اليابانية، المغرب كان حاضرا كبلد بدأ ينشط في صناعة الطيران منذ أقل من عقدين، وفي هذا المجال أصبح اليوم منصة هامة في إفريقيا ووجهة مفضلة للشركات الأوروبية. داير شركة فرنسية نشطت في المغرب منذ العام 2001، لديها مصنعان وتحضر قريبا لافتتاح مصنع ثالث. لدينا استثمار جديد في طنجة ودوما في مجال التركيب، لقد تم إنشاؤه عام 2016 وسيفتتح بالتأكيد مطلع 2018 لدعم المصنعين وإنتاج المزيد من القطع. صفقة عملاقة وقعتها المغرب مع بوينغ بمبلغ مليار دولار، سيتيح إنشاء منطقة صناعية متخصصة لمتعاقل شركة، ما سيخلق 8700 فرصة عمل. صنفت الدار البيضاء في المرتبة السادسة ما بين 10 مدن أكثر فعالية من حيث التكلفة، فهي تحتضن العديد من الماركات العالمية. فهذا مثلا مصنع بومباردي الكندية لتجميع الطائرات التي بدأت شراكتها مع المغرب منذ 7 سنوات. نحن اليوم جزء مما يسمى النظام الصناعي في المغرب. هناك شركات في مجالات عدة، وذلك إشارة جيدة للمستقبل. الأسواق الناشئة تقدم مصدراً آخر لإنتاج عالي الجودة، وهناك مهارات جيدة، الأمر الذي يؤمن لنا أيضاً القدرة التنافسية التي نحتاج إليها والتي يطلبها الزبائن. إنهم يطالبون بتخفيض التكاليف باستمرار ورفع الجودة، وهذا هو قطاع الطيران. لذا أنا لست متأكداً من إمكانية القيام بذلك من دون الأسواق الناشئة. في إيما، مع هذه المهن الجوية يتم تدريب المهارات المغربية في اختصاصات مختلفة. هذا العام يتدرب حوالي 2400 شاب وشابة للانضمام إلى 130 شركة في النظام الصناعي المغربي. القطاع يوظف اليوم أكثر من 11,000 شخص على مستويات مختلفة، والتحدي اليوم هو إنشاء نظام صناعي هندسي قوي ومتخصص بالابتكار والأبحاث والتطوير. في منطقة الدار البيضاء للفضاء، تم التركيز على خطط التعجيل الصناعي لتطوير نظم صناعية جديدة، ما سيضاعف عدد العاملين في قطاع الطيران. لقد أطلقنا نظامين جديدين، أحدهما متخصص بالمحركات والآخر نظام للتجميع. هناك حاجة لأربعين ألف قطعة حتى عام 2030، أمر لم يسبق أن حدث. لا خيار للشركات الكبرى سوى العثور على منصات لديها قدرة تنافسية وطبعا جودة عالية ومهندسون ذو مهارات كبيرة وموارد بشرية.